مرحبا يا ابوي، ترى والله يا ابوي النوار جنبي هو اللي مطلعني وزرك. يقول شفت ترى ابوي في البث، ما انا اصدق، انا اصدق القول ما اكذب، ما عندي. انت سمعت يا ابوي؟ ها ترى نوار، وتراني قلت له تعال جنبي، قال لا ماني طالع. قلت ليش وش السبب؟ قال ما تكشخت. ايش فيك؟ شوف يا ابوي يتكشخ ليش يا ابوي؟ زوجه، زوجه يا ابوي ظني انه سريبيت الظاهر، انا ما ادري. اللهم اني بلغت، اللهم اشهد. ايش فيك توترت؟ ها ابوي يا ويلك ويلك، ابوي بيجي الديره بكره، ابوي بيجي الديره بكره ومحضرنا يا عياله، طالبنا بالاسامي، تحضرون ما حد منكم يغيب، يعني بكره ابتزلك رسمي رسمي رسمي، ابتزلك. حي الله القائد. ارحب يا ابوي. انت سمعت يا ابوي؟ فلازم لازم يا ابوي ان نلتفت له، لازم لازم. احنا ما ابوي من الاشخاص اللي يتابع بصمت. انت رجال، انت كفو، تقول انك بطل، زل بحركه بس صب. ها ليش انا مزكي؟ ما يصير ما يصير يا اخوي، تقول عن اخوك زي كذا ما يصير، وابوي موجود تقول عني زي كذا، لا غلط. احترم. لا السياره تعال تعال القريه، خدمي قريه ايش؟ اخو العيال نوارة بلف عليك، تكفى يا ابوي، والله ان القائد، انت تدري، انت تدري ابوي، ابوي كلمه يا اخو، يعني ما تا يعني ما ابوي يعني ما تبي. ابوي انا ما ابوي، شوف الظاهر، الظاهر ان ولدك عاق، انا ما ادري. ام عامر بسمر، يعني ما ادري ما قال لك اني اصيب في جنيف في الديره. علامك. ابوي ابنه. سمي ابو هانس، سمي ابوي، عمرك طال عمرك، ما اقدر اقول شيء. لحظه عامر عطنا بيعات، توكل على الله. شنو؟ ابوي ترى جنبي يقرا، يدور اي كومنت مدحه شيء. والله يا ابوي اني قايل لك من زمان، انت زوجت العيال كل ابوهم، حلو، باقي انا وباقي نوار، فهو اكبر مني بسنه سنتين صح؟ التفت له يا ابوي. ابوي لا يا ابوي، انا بعلمك الخطه يا ابوي، اسمعني. زوجه حلو، لا افتكيت منه، مشينا يا العود، مشينا سفريات، زهلني يا ابوي زهلني، ابشر والله بالسفريات. نبى نسافر، ادفع التكاليف وزوجي. لا يا القائد ما يصير، يدوبك الحق عمري يا ابوي. ندفه في وظيفه، ياخذ قرض، يتزوج، يسدد عادي، يصرف نفسه. ابوك للضار انقلع. والرب
تروح انا وانت كيفك يا ابوي عرض يمدحون شو اسمها هذيك شو اسمها هذيك وشن هي البوسنة البوسنة يا ابوي تدري كم ابوي تدري كم اطلي فيها اطلي ب 120 اطلي ب 120 والبيت تملك لك بيت ب 50 الف 60 الف عاد تخيل تفتح الباب تلقى مزارع قدامك ايش تبي اكثر يا ابوي صرف خلنا نصرف صرف نزود ولا نحاش انا عرفت اني يعني صايد جو بالقائد يعني امون عليه اساس والله يا ابو تزوج نصرف ما اقدر اتكلم الوالد موجود ما اقدر ساكت لو ان ابوي مو موجود مخمسات يسار يمين طاغي كذا سنه سنتين بيني وبينه لا يعيش دورا بيني وبين 20 سنة فالحمد لله على نعمة ان ابوي موجود ينصف يضع العدل ما تقدر تمد يدك عشان يا ربع انا مو بسعود العتيبي انا ما راح اطلع جميل من الستيج اسحبه طيب جميل ابراهيم مو الشيء الجديد ده الله اكبر وش انا لا انت اعتقد لك منتات واجدك حنان خايف من ابوي هالدرجه موترك ها يا ولد الدبان يخرب بيتك انقلع انت كفو تعال انت كفو تعال ذبان ذبان مو بنت انا اسف صوت له طيب يلا مرحبا ومسهلا لحظه يا الربع خلنا برسل له ولا خلنا دقائق شوي برسل طلع ابوك تقلع والله قلنا اوكي الجمهور ومتسابق ما تتعمق تربع بالخصوصية هدي هدي يزقني الشاهي يزقني الشاهي اقسم بمن احل القسم انه ارجل شيء في الحياه بعد ابوي بعد ابوي ممتاز كذا ممتاز يا سلام ما يقول شيء اكيد انا اخر مؤدب اصبر اصبر هنقرا ارحب ارحب يا نجم الله حبيبك ارحب يا مرحبا ارحب يا الشيخ الله حيه يلا حيه علومك ابشرك انت امورك زينه الحمد لله الله يجعل خيرنا عنك الله بخير والحمد لله ناجم اسمع انا اغليك جدا لكن ترى جوله واحده واحكام تمتم يلا يلا بيروتك عامه ما ادعم ما قصرت جعلني فداك ما سويت شيء يا حبيبي انت امورك زينه الحمد لله بشرنا عنك وينك في الدوادمي ولا وين؟ في الدوادمي الله 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 هني لجيك حياك الله عساك قريب انا والله هني في ام الدوم في الطايف ايه قبل الطايف ب 150 كيلو والنعم ياب انت الله الله والنعم حي عين ما عرف لودك حيران انت طيب والله بخير الله يجعل نجم انت تتابعنا في القناه صح؟ نعم ما فكرت تقدم؟ لا ما كنت ما فكرت ليش؟ حسنا طفس لا ما هو طفس يا نجم انت نجم على اسمك طول عمرك بعلمك عامر الاليال يسلمون عليك اللي خوياي مشين جروب حاطين دعم ضيفين ناس دعم وش؟
دعم يوم تصويت بلطونة، بلطونة اسمها صح، بطريقة مرسلين واحد من عيال من تعيشها على المقرب، روح ارسلوا عليها فلان عشان يصوتوا. حي والله ذا العيب، وخدها بيضة ودك. حي والله ذا العيب، كلكم عتبان. اي عتبان. حي والله عيب. ثلاثة نفعه، ثلاثة نفعه، واحد واحد عصيمي. ابقى احتزموا يا عيال عني، احتزموا. بعسك والله بس بيض رويتك انك دمتنا عن بديزك يعني. حي الله نجم، حي الله والله مسهلة. ياه ما انت بجاي الرياض يا نجم؟ اخر مرة من تيتا ها قبل ثلاث سنوات. متى بتجينا؟ ان شاء الله عن قريب ان شاء الله باذن الله. والله اللي مرحبا يا كحيلان. آه. ها من تشجع من نسخة البزنس اثنين؟ الصدق؟ يبيع إيه؟ صراحة عشان ما ادخل معك، عشان ادخل معك الصدق. من يا ربي سيف سعبي. ها. وان. عطني اسم واحد. اسم واحد؟ ايه. سيف السعبي. سيف الزعبي؟ إيه. أزهب. انا ولد عمك. طيب يا نجم والله صدق اعطيك صراحه، دي منك تبعك اقول عام. لا لا انا ولد عمك، حتى لو منها ما هو بصراحه لازم تعزز لي. ابو عزك انت فوق. انت يا عامر انت فوق، مالك فال وسط ولا تحت، فوق. لا والله كله هنا واحد، بيض الله وجهك. ولدك ابيض. اها. وشنو فيصل؟ فيصل طلاق. فيصل طلال ابشركم امك زينه. قم من صوت امي. قرب. ابحر من صوت امي. يا انا اعلمك، انا لقيته كان فاتح بث وانا اغر في البثوث والقاه معك. وادخل الا على طاري اسمي يوم تقول عامر. هو قال مرحبا اروح انا ادي واتي. والله اللي مرحبا يا نجم. ابحر من صوت امي، قال ولا شيخ طلال. ها. ابحر حرام. لو صدمني رجال. ايه رجال يضحك استانس. حنا عندنا ولد الشيخ يعتبر نفسي ما نفتح معه راعي الصلاة. هل يضحك يعني طلع استانس؟ اي ما طلع نفسي. عندنا مطوع ولد تعرف نخوي نصيحة طفسنا منه سحبنا عليه. اي بحرام. طيب نصحك يا نجم. يا كل يومين ينصح فضيلة. انا تعود ينصح ينصح يوسع على الصلاة وانا فاهم عاصة. طيب عاد اخذ النصيحة بصدر وسيع. لا ما ترى يخصها نفسية كذا. عيب حرام نفسية ما يمشي. يوم تطمني فيصل طلال يعني طلع بلاوي. فيصل طلال وصلت امني انه ولا شيخ طلال. اي بحرام. اي بحرام. يوم علموني. يوم علموني قال طلع ولا تسخ طلع. يوم صدتنا كنت خلنا نسير عاقل. لا لا عادي عادي. ديني طلع كويس. ها؟ أبا دخل لك قصة الشيخ طلال. أول دخلت معي على العصر. تبين أدخله؟ تخته. لا ما هو فاتح بس. عليكم السلام طلال. تعرف هذا وشر؟ نجم تعرف هذا وشر؟ فيصل. ها؟ لا لا بالعافية. وشر؟ فيصل. لا ما هو بشار يا نجم. خل عيال. ها؟ وش؟ عان عان. إيه مضير. إيه. حي عينك. ولا كان عند عجبان. حي هذا وش نسمي هذا ماركتنا. عطوا ما احنا نسمي تعزيز اللي ماكل مضر يا ويلي ياكله اللي ما ياكل الله يعينه. اي والله عضي حكمك. سمح لي يا سعد بليز عشان اخذ معك. عطني ولدي طلبه. انت راح احكم عليك. جوله لا فيك اسلمت معك. الجوله دي ترى تعارف عشانك ودعم. أجل هذه بصرخ خلاص تم تعارف.
يا لي انا قسم بالله اليوم خلصنا اختبار اخينا. انت تدرس تدرس كم؟ لا رايح ثاني. رايح ثاني ثانوي؟ اي ربك نجحت يا ود عمي. نجحت والنسبة الحمد لله. الله الله حنا 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 الاول في الدنيا ما اخذنا في المدرسة. يعني حي الله العين يا هنا باك مسلسل الرابع حي والله ذا العين. عوايد عوايد يا ود عمي. عوايد عيت بها عاش عاش واحد يقول يقول نايف نايف الريدي يقول يهين حبك يهين لا يقول يهين حبك يهين 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 حبك لا شافوك عينيك اسد الناس عينيك بلوى لا سافع جيبك على ابكى وقت ولا سافع قحطاني. قال حلوه عين حلوه حلوه والله والله قصيص شاعر يا نجم والله ما يبساعد. ما قد كتبت شيء؟ لا حيوة. اسمك نجم اسمك ولا الله الله لا يسموني نجم ابوي ابوي يسموني نجم انت لانك لا. نجم هاي طول عمرك عز الله نجم. طيب اسمك الحقيقي وش انا؟ بندر بندر بن عايس ونعم من اي الاعتبار؟ انت في اي ونعم ونعم لين يثنى النعم معك سوي حيوة الله ده العين يا ود عمي يا ود انا استانس لا شفت عيال عمي استانس اي طول عمرك والله خوالي زيادي مع مع القوسي اي بالطلع والله ذا الحين ايه ليش 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 عب خوالي ليش ها عشان يا رحت هناك يدلعوني يوم صغير جديد عند عماني تعرف شخصي ناهض عصبي تعرف عند عماني خلاص صرت احب خوالي اروح عند خوالي ابشر والله بس عبد الله ابن اخي حي والله ذا العين اي نبات حي والله والعيون والاخبار خوالك وش عنهم؟ من من امي من انخيس ونعم معك سود ايوه خوال امي جدتي اثيبه اثيابي ونعم معك سود ونعم يا ابن اخي معك سود اي والله طيب خير والعيون انا لو اجيك الوادي وين جميل وين ها؟ لو اجيك الدوادمي بتمشيني؟ طيب حاول امشيك. عيد العنان بتوديني. بديك اول شيء عشي. ها؟ لا هذه خلاص مخلصينا. بديك عند البل. ها؟ عند البل امشيك يكفون عماني. حي والله ذا الحين. اي نبات عند البل وبس. حي والله. وين وديك الفنيو حق حق الدوادمي؟ ما غير ما غير ابد تم تم انا معك وين ما تبي تروح حي ما 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 تروح الا كلها تداسل تستن تستن المواقف كل ابوها غربها كلها اكثرها وغربها جيب يا ربي يا طيب هالوجه فينا جيب اي طول عمرك عيب احمد استنتك يوم دخلت ها عيب احمد استنتك استنس يوم دخلت معك يا مرحبا والله اني انا اللي استانست جميل الفيعي جميل الفيعي من هالفعل ها نخيسي وش تعطي انا حسنا انفرتي صح ها انفرتي ايه؟ ايه؟ من 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 هالجدية لا لا من هالدوادي وانا قريب عندنا اي حلو حلو والله والله اخبار الحين جميل يحب خالك خالك بالله خالك ايه انا خالك هو كم عمره عمره 29 مثل 28 وانت اصغر كيف دي خالك لا عادي ولا مشكله لا صدقني هو يتحداك عنده في المدرسه عنده في المدرسه ايه عمه وابن اخيه يدرسون نفس بعض عادي ترى مو بشرط انه لازم يكون اكبر منه مدري صدمت لا يقول يحب عواس عمه انا حابب سعود لا هند لا هند سعود لا هند بيروتك عيب حرام سماح راح
احكم والله ما احكمك الا والله ادعم والله ما احكمك هي بطلك ما احكمك عشان الداعم والله ما بعشان داعم ولا عشان داعم الهنت يا سعود الداعم تعرفه سعود من هو ما اعرفه طيب عشان الداعم ممكن يزعل استاذ من الداعم الداعم اسام لا معي ما ادعم ما يقول على حدك يقول على حد اي والله الراس يا نجم حي نباك اي والله بل هاي الربع ضيف نجم يستاهل من غادروك قفلت ابرك شيء ليه ابرك شيء خلنا نروح مع بدايه ها طيب قدم يا نجم بس هذا كنت ما أدري يا رجع قعدت يمكن سنتين وأنا عيش تاني في دينتي قدم وزال زال زال الدعم مني رح أي رودك والله بس خلني خلص الدراسة أبوي حاف إني يقول إني كمل ها عشان عاد سنة وسنتين والله الطرق معاد سنة وقاعد عند الب الله اي خلنا عند البل قعدت يمكن 5 سنوات وانا ادرس شد حيلك ان شاء الله سرت فيك عامر ها سرت فيك ما خدمك بشيء انقصك شيء انا ماسك حبيب ابد تمام الله حبيب يلا كلمني على زميل ابشر على والله خشمي هو في بدايه هو في بدايه الحين اي افكي يلا هابط موفقك حلا ايوه مرحبا مسهلا كحلان يا الربع مو باسم كحلان مدحه زي يا السنافي زي كذا يا كحلان يا السنافي يا المطلوب وخيا اي شيء مدحه اخوي نوار او سلطان عفوا مع الاسم الجديد عرفنا عن نفسك. ارفع صوتك ما يسمعون الجمهور. سلطان يا ديار. ونعم اخوي. ها. عامل ادخل. يا الربع ما نتعمق في الخصوصيات العائليه خلاص. يعني اخوي طلع معي شوي تطلب جدي يطلع معي في بث. توكل على الله. ايوه. ها. تعرف الرجال هذا سعيد الوازي؟ عرفته؟ تعرفه؟ كم مشهور؟ دحين مشهور؟ والله؟ كم مشهور؟ تدعمني ولا تدعمه يا اخوي؟ يوم اني في البرنامج كل الصراحة بدعمك كلكم. تدعمنا كلنا ليه انا اخوك؟ خليكم ليش كلنا؟ اخو العيال ابوي عانى يقول ادعمكم كلكم ما ادعمك الحال. بعدين تعال طقمك الله يطول بعمره. اللهم امين وياك. ابو عامر مو ابوي ها؟ مو ابوي ها منو؟ هذا اخوي بعدين متوقع ان كل ابوي ليش ادعمنا ما ادري ايش اقدح عليه لا كذا مره قليل ادب انا يمكن يدفني على البث انا كنت ناوي اخربها ترى لا هذا اخوي اكبر مني بسنتين سنه ونص فهمت علي؟ زين يعني ايش تبي انت وياه الحين؟ تثبت القوت على وجهك؟ هذا اخوي يقول ادعمكم الاثنين؟ ما يصير لب والله قلبه عسى عمره طويل ما يقصر يا رجال نفاق الله والله حتى ما يتابعني والله تابعتني اسالك بالله اي والله في ذمتك تتابع يوميا البرنامج؟ ايوه اتابع يوميا قتله تلفزيون ولا جوال؟ لا والله ركن بلوى عجمي والله من عمد التابع معك؟ كله حي عينكم الحمد لله طلع في احد معبرني زين عامر بسالك سؤال لا رب بعزك السؤال عندك اوكي حرام تدري ان كان السؤال حقك سبلور لك تفضل لا خلاص ما هي قال السؤال امانه وش بالذمه وش كان احسن يوم لك في البرنامج احسن يوم الحين بيقول لي 50,000 يعني انا الانسان اللي احب الصدقه ولا لا طلعنا برا المود هذا على نواف ادعمتي على راسي من فوق بثيت في الديرة كل العيال عمي صاروا يتابعوني اسمع احسن يوم والله كل الايام زفت احسن يوم كل الايام زفت احسن يوم لا صدق احسن يوم يوم اي والله ايام واجد الصدق
كذا في يوم استشعرت فيه انك والله اوف حسيت انك شخص قوي. طبعا يوم كان معك جوال. لا هذه كل الايام. يوم 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 جينا بشناطنا بنمشي للجمعيه. هذا احسن يوم. طيح الله حظك اني بفارق القريه. والله انا مصاب. احسن يوم يوم رحلني ترك الدوسري. يوم رحلني ليه؟ استنست انه خلاص بطلع برا البرنامج. بعدين اسمع يوم طلعت زين وقعد اتابعكم جاني تاني بضمير قلت يا اخي ابي ارجع ودي ارجع. تذكر يوم تجي تغرس برا يا الغبي اللي ما تعرف تنحاش؟ يبي ينحاش غرس عند الباب عند الباب يا ابني تاكد هالساعه الحين نجم رجاله واحده ها. اوكي يا جماعه سدوا يا جماعه اضربوا بدبل. والله يا عامر توني فاتح تدري ولا بدبل ها انا بعد ما توني قريب بعد ما استفدنا من الدبل. بسيط الموضوع جدا بسيط. نوال حي عينك يا ولد عمتي. تدري عندي داعم ما يحب يضرب بدبل. الدعم الغريب ذا والله ما يحب يضرب بدبل اقسم بالله يحب يضرب بالردبه. ليش هاني ويلكم اوف لا تقروشني لا تقروشني هذا هو اوف ها يا ويلك اوف دخل عندي. متى بنروح لندن؟ تكفى يا عامر من 2014 وانا اغني عنها. اه يا لندن على حتى انا ما غنيت معك وربك والكل العيال راحوا ولا انا الا انا وانت. والله شوف اسمع بس انا عندي احساس بيجي اليوم اللي نروح فيه انا وياك لكن بالنسبه لي انا ما حرص اني اروح وانت معي. كيف يعني ما حرص انك تروح معي؟ ليش كذا؟ ابي اتذكر الماضي الحالي بنفسي. طيب انا قاعد اغني في البرنامج معك وامشي سوق لندن قلت يمكن يجينا رد الاعمال يلا سافر على حسابي. تدري اني فكرت فيها ايه لو السلام عليكم قلت والله بخاطري اروح لندن ما الحصيل اللي ما رحت. تدري اني فكرت فيها عامر والله فكرت فيها والله قلت لو غني عن لندن داخل البرنامج يمكن يشوفني رجل اعمال يقول هذا يا اخي بخاطره مسكين. انا اذكر ان الجمهور طفش مني كل خمس دقائق يقول والله يا اخي لندن باريس امسك المظله ما ادري ايش اسوي ما حد جاء اخر شيء خوف راح لا هو اللي اخذ جائزه ولا هو اللي جاء راح فلاح راح اسمع فلاح راح العويسي راح رياض راح نواف عقاب الحين يدرس في لندن كل الناس راحوا الا انا وانت. لا الجلطه اطقمي راحت مع فلاح. يلا مو تقهر والله اطقمي راحت الطقم الاصفر كل اطقمي والله راحت لندن انا باي. والله ما انسى الربع يوم مسعود طلع براين. احنا ليش استانسنا من مسعود طلع؟ الصدق جايين بنزرف من دولابه بنزرف ان انت في طقومه. جاء وليد الحيح وعبد الله القمي اخذوا الطقوم قلنا اعطونا قالوا لا ولد عمنا احنا ناخذ بس. يا حبيبي ما لها شغل اخذوك البوم يا ولد عطني ولد عمنا ليه؟ انا ما انسى عبد الله القمي. اسمع عبد الله القمي ايش كان يسوي؟ جاء عند شنطي زين قاعد يصيح يقول انا اسمع ويلقط من ملابسي اناظر فيه تعرف اللي غبني 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 يا ولد ترى كذابين تدرون ان انا ابكي ونطلع ننتف ملابس الشخص اللي طالع. ما يبكون علشان والله بيفرقون نص صعبين. الوحيد اللي ما حد ينتف منه ضاري سنيد ملابسه خايسه. برتقالي ايش فيك؟ تحويله انت؟ اسمع محمد ناصر بدايه البرنامج ايش فيك؟ جاء عندي محمد ناصر بداية البرنامج جاء عندي قال سعود تدري طحت لك في محل يبيع التيشيرت بستين ريال خمسين ريال خمسة واربعين ريال. قلت والله قال لي والله قال وتقضيت منه شنطتين. قلت بس تمام ويجي البسهن وانظر فيه ضيقات كله كذا خايس يقول محمد ما يصلح والله اني امسكه قبل لا يدخل على البث اقول محمد انت بتطلع في كاميرات في ناس كبار يتابعونك في شياب يتابعون خلك من الناس اللي يعني اعمارهم حولنا في ناس اعمارهم 30 40 يتابعونك لابس ضيق وش بصخ انت. اسمع يعني صايد جوال يعني صايد جوال فانزات حاط ايش اسمه قله تلاحدينه
لا قهر. زين عامر تبي شيء توصف شيء تبي من لندن شيء؟ هذا بحجز لك تذكرة لندن مشينا انا وياه. لا انا بم الدوم مستانس تعال. الحكم الاول انت بم الدوم ايه يدوم عزك اسلم يا يا طايفة اسلم اسلم. والله اني كنت ناوي احكم احكام خيبة لكن عشان الدب الزبدي احكام صرف تعال اسلم. الحكم الاول ايه الحكم الاول اخوي سعود الحكم الأول سعود من وين هو؟ يقولكم من أم الدوم. لا يا يا من الرياض. من الرياض أنا جاي هنا بس ميتينج. الحكم الأول توم وتعطيني طالع في الجدار تقعد واقف لمدة دقيقتين بدون ما تتكلم. الحكم الثاني الحكم الثاني على القبضة لمدة دقيقة. وشو؟ على القبضة لمدة دقيقة. حلو. الحكم الثالث الغابة. أقول لقيت أي لا تقلد صوتك. يلا. يصير أقلد صوتك؟ بديت تصير قليل الأدب صح؟ وش تبي تنفذ؟ الحكم الثالث يلا. يلا. كان يا مكان رحت الغابة. وانا امشي وجيت عند الشجره الف يمين اللي عندها قنفذ. دبر نفسك ما لي شغل. قنفذ ساكته ساكته القنفذ صح وحش طلع طلع مو صاحي تعال. المهم كمل دربي خليت القنفذ كمل زيده شوي له طلع لي نمر هذا بس خليته مشيت يسار طلع لي غزال ما في غزال ساكت ما اعرف اقلد صوتي والله يا طبيعي اسمعني لا تقهر دقيقة جوت ما في منديل المهم مشيت كملت شوي خرجت طلع لي اسد هذا بس في حارة في حارة في جدة وسخ معطينا ب... لا في الطايف معطينا بن عالي لين تقطع اسمع تروح يلا الوكا كمل وانا اشوف اسمع وانا اطلع من الشجرة ولا في مي ولا القى عامر حلو ما نفذ الحكم زين اخذ حصان انا اعلمك انا اطلعها من كبدك يا هنشارك بجد سليم مدري شنو هذا بطلوك حبيبي طيب منديل الاستقبال جيب منديل وش الشقه ذي اللي الغريبه زين أيوة. عامر ها انت بتجي من ام الدوم والله ما ادري يمكن اعيد في الطائف يمكن اعيد في الرياض لحد الان والله ابد زين زين وش الخطه انت في الحضر اي أيوة والله بالحضر ليش ما عندك حياة؟ ليش في أحمر باطن؟ حزو يا أخي تعال تعال حزوز خويك وينه؟ موجود وليش يا أخي نبي نخوي أخوي؟ إيه نبي نخوي تبي تخويه؟ يعرفني عليه تبين أسوي له منشن؟ نادى نادى هو فاتح بث؟ لك اليوم فتح تخيل أموره تمام مرة بالتيك توك بس إنه يقهر ليه؟ يعني تخيل انه يمكن يطلع باليوم عادي ثلاث اسود اربع اسود بس انه يقهر ما يبر ولد نعمه ولد نعمه ابا خوي اصبر بسوي لها شير عشان اسافر معه الشير وينه يا جماعه؟ ليش ما يطلع سعود؟ ليش ما طلع لي شير؟ ليش ما طلع لي شير؟ ها؟ ها؟ وشو اخوي والله معلش وشو عمل اقول اذا سافرت معي سفرني هو والله انا اقول ها ايه يدفع عنك بعد والله يدفع عنك بعد لا عزوز حجاب والله
لا بس هذا اللي نحتاجه، هذا محزمي. اي انا خويي، خويي زين، هذا اسميه خوي الذهب، خوي الدراهم. تدري انه مثلا اذا مثلا طفشان، هو اذا هو طفشان ويلكم فاد، اذا هو طفشان على طول قول له، قول له عزوز بيقولك هلا، قول سفرني شوفوني وديك وين. دبي، دبي اخي شيء يعني ممكن تروح له في ذمتك والله. طيب ابو خوي شو الاشكال هذه؟ تخيري خويك. لا عادي قل لا، بس بدون ما تسكت، بدون ما تسكت علي يعني. يا حليلك صديق، صديق. ابي اعرف، ابي اعرفه على عامر، مو عامر ايش اسمه، وليد البحير. ليه تخيل شكله مع وليد البحير؟ غلط، بالعكس صلحوه بعض. الولد مرتب يلبس بدل، بكره تلقاه عند البل، ما يصير والله. اسمع شوف الخبريه، مو خبريه، الشيء الفخم اللي ممكن يصير بعد اربع ايام. وش بعيد بيسوي بث مع مين تتوقع؟ مع كريستيانو رونالدو. والله والله يقولون، يقولون يقولون جست بالتيك توك، بيدخلون مع بعض تحدون جوله جوله. يهد الانسان ذا كارثه، ايش دعوه كريستيانو؟ والله لو صدق، والله لو ما تخيل كريستيانو يقول اسد كبسه، ما تخيل كريستيانو يقول كبسه. ثواني ولا على ما يعطيه كريستيانو يبثل حسابي. خش خش كريستيانو حياته، حساب حسابك روح، وانا مع اي دعم. طيب رصيد اسحب. اسمع تبي اجيب لك واحد الجميل جدا. من هو؟ هلا والله سيد. اهلا عليك، كيف الحال؟ اثنين وسهلا. هاي اثنين لعبوا الجوله. يا طلال الله يبكيك. هلا طلال، يا هلا وسهلا، شو اخباركم؟ خير الحمد لله. من 2000 صح؟ دقيقه سهل. لا انا من 1990. لا الاحكام، الاحكام اكثر. اوكي حسيت نتكلم مع عمار. تحسس انت ما مت؟ ايش ما مت؟ عاد ما تكلم الا الموميا. لا اله الا الله. موميا اخباركم شعلونكم؟ ايش هذه ذبه يعني؟ جماعه بالبشر. لا يعني دامنا نتكلم عن الموت طبيعي بيجي من موميا. كل نفس ذائقه الموت يا جماعه، كلنا بنموت. حلوه يا شو اخباركم شعلونكم؟ حكيم شنو؟ ها جماعه شو السالفه؟ انت اي شو اخباركم شعلونكم وش مسوين؟ خير الحمد لله، شو اخبارك يا طلال؟ عسى دوم والله بخير، دامك بخير. الله يجعله طول عمرك. امين ويطول عمر الجام السامعين. ايش فيني بقى؟ اذا ما هذا دق علي سهل، اسمعنا اسمك سهل. السهل من السهولة. وش معنى اسمك؟ من وين يا جماعة؟ لا تقول، لا تقول. ها طلال حبيبي، ممكن ثانيات طلال، سالف معي سالف معي، خليك من سعود. اي من وين يا عامر؟ ليش دقيقه يا جماعه بس هالفلوس سؤال والله. انا من الرياض. سهل وش معنى؟ والنعم والله ما عليك، خلني بعطي الشباب ميوت. ايوه ايوه وشلون الاجواء عندكم؟ والله ابشرك حر. انت من وين؟ الله يعينكم، والله انا بجده طال عمرك يعني. جده؟ اي والله الدبل لا يروح، الدبل لا يروح. عايه تكفين. اي والله انت خوي، انت جاي مع داخل عند سهيل؟ لا والله انا داخل من الاكسبلور، ما اعرف احد فيكم والله. ما قد دخلت معه صح؟ ها؟ ما قد دخلت معه؟ لا والله اول مره ادخل معه صراحه. حتى انا والله ان شاء الله اخر مره. لا اله الا الله، وش زعلان يا ابن الحلال؟ الحياه ما تسوى. ها؟ ما تسوى الحياه، لا تزعل نفسك يعني. لا لا ايش دعوه؟ اي استانس وعيش واطلع، وكل شاورمة اللول وعندكم صراحة رهيبة، جربتها قبل كم شهر. وشو؟ أقول عيش واستانس وروح كل شاورمة اللول و وش جربت أنت تقول؟ أقول جربت عندكم شاورمة اللول و واضح ختمتم المطاعم يا كحلة. لا والله إني جيت زيارة لن يشوفك وما كلت شاورمة اللول و بس.
والله اي والله هيا ورحت اليوك مكان يسمون اليوك ضاري ما تشوف شر مع ناس يعني انعم وكرم بدوا يعرفوني على الرياض ذاك الوقت رحنا اليوك شاورما اللولوة شباب ورحنا مقاهي يعني يا مرحبا بدي اجي طلال عاد كلمنا لا علمنا انت واجه طلال والله انه كذاب ان شاء الله طلال تسمعني اي اسمعك الان اسمعك والله العظيم عامر كذاب والله يقول كذا جيت كلمني صح يقول لك اذا جيت كلمني صح اصلا ما توالي فولو انا اعرف سلك الحياه سليك حياه سليك يلا عامر ضيفه ليه ما تضيفه عامر ايش فيك ضيفه لا تبي اضيف سناب ولا تيك وين ودك سناب ضيفه سناب وتيك توك يا طلال انا حساباتي كلها عندك خذ راحتك حبيبي والله انتوا تقربون لبعض يا سعود سعود ما انتوا مع بعض صح يعني انتوا تعرفون بعض خلاص دقيقه تعطوني بس دقيقه سعود هلا الله ياخذك الى مين ابوي لا يعني انتوا اصحاب كنا في قناه واقعيه ما شاء الله تعرف قناه الواقع لا والله لا أنا ما أعرف شيء صراحة أول مرة أشوف قناة الواقع لللللل عرفتها وشو قناة الواقع لللللل لا والله ما أعرفها بسلامتها والله ما قد تابعتها ولا قد شوف مية يوم قاعدين نكافح ما تصير هلا إحنا مية يوم نكافح يا طلال في الأخير ما تعرفنا والله العظيم ونعم فيكم أنعم وأكرم والله بس ما أعرفكم يعني والله مشي لا تنسي مو تقليلا في قدركم بس والله ما شفتكم والله إننا نمزح اي ها سعود ايش تقول انت لا تمشي طلال خلاص ما عرفنا شو السالفه عادي انا ما اعرف نص العالم ترى انا ما اعرف الا طلال واعرف بيتنا واعرف اماكني انا تخيل انه 110 ايام 110 ايام وانا اضفتك مع الجوله Do you know قريه ارحب يا نواف ارحب هذا لا نفس زد رصيدك نفس بدايه الاجواء البدايه هذه سمعنا فيها اي دقيقه سعود لا البدايه هذه سمعت فيها بس ما شفتها يعني نفس الشيء يعني فهمت قصدك انت برنامج واقع يعني حياه تعيشون مغامره ويعني تجارب وكذا زي الكرداشيان يس like عرفت اللي يحطونكم في زي المكان في مسجد ومغسله وكذا وتعيشون لايك كيم كارديشن ابوي تكفى يا ابوي والله انه من سعود والله وتالله وبالله ما لي شغل اقسم بمن احل القسم انه سعود اللي دخلني عامر كان 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 نسخه كيم كارديشن بالمكان يعني مش لوي ها ما مش لوي لا كان نفس هذا وكان كوين بالقرية عامر اسكيم سلاي وربي سلاي الحكم الأول ايتين ايش الحكم الأول ايه سعود احكم عليه انا بحكم على صلاة طلب لا انا بحكم على طلب طيب الحكم الأول الولد سمعوا عليك هاوشوا علي اسمع سهيل ان شاء الله ان احكامك محترمه ورائعه تعطونا نوت كسهل هلا سولف زين الطيب الحكم الثاني الحكم الاول اغسل وجهك قاعد تشيد يا قليل الادب انت اللي تحتاج تغسل وجهك وجهي نظيف طيب اوكي غسل وجهك الحكم الاول واه طيب الحكم الثاني وش الحكم الثاني لمدة يومين اوكي بسيط ان شاء الله اوكي خلاص الحكم الثاني الحكم الثالث تصير رجال من بعدك اي يلا ابشر نفذ انا ما اعتقد انك انت قد نفذت اي واحد من هذول الثلاث الاحكام اللي اعطيتني اياها فليش انا انفذ؟ ايوه لا انا اغسل وجهي اللهم لك الحمد صدمه امانه
رجال وانت ما اتوقع انك تقيم المرجلة. أبا صدق تغسل وجهك؟ المرجلة ما تقيمها لانك ما انت بروجة. وانت انت تقيم امانة في لها تقييم؟ كم نجمة انت؟ ها؟ كم تعطيني النجمة؟ لا تكثر بس بتنفذي حكم. نفذتها كلها بس انت ما نفذت ولا واحدة منها. خلاص يلا قم توكل على الله. الله يسد نفسك. معك شيء. شوف طلال بقولك شيء بختصر لك اياه. هلا 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 عامر. استاذنكم. ليش؟ لا طلع لا خلص تعال. زين اسمع. ها. تفكر على الله يا ده ليش مدخله؟ شو مدخل الشكليات دي الله يا طلال اللي دخله طلال طلال اللي دخله. خلني انا. ابوي في البلد يا كريم. ابوي في الله الله يطول في عمر ابوك قول امين. والله بيجي اللهم امين يا حبيبي يا طلال انا اقصد سعود سعود انا عارفه وسخ مو انا 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 استنى بكره ابوي بيجي الدير انا انت مين تصفق مو انا يا عامر طلال اللي دخله اقسم بالله انه انت لا تحالف طلال انا دخلت طلال طلال دخله لا قبل طلال قلت سهيل ما ادري ايش طلع دخل على طول هو شو السالفه انتوا تهاوشتوا الحين لما طلع لا ليه طلال دخله ما دخل اقول لك والله ما ضافني ولا اضيفه ولا اعرفه لا يا انا في شيء عامل ليه الولد في شيء يا طلال كان في شيء ها مين يحب يراها درحك كان في شيء ولا لا غبي انت هو مين سهل سهل دقيقه عامل وش فيه ما اعرفه في شيء الله يستر علينا وعليه ما اعرفه بسلامته الله يوفقه اللهم امين زين الله يوفقه في حياته طلال عامر هلا عامر طلال طلال بخاطره انه يعرف عن تجربه فهد لا يا فهد اي فيها دراهم فزتوا انتوا ولا ما فزتوا جو محطم ها ايه حبيبي يا طلال فزتوا فيها ولا ما فزتوا سماح يا طلال حبيبي والله سماح يا حبيبي شوف يا بس ان فزتوا ولا ما فزتوا في البرنامج هو يتكلم ما يتكلم عن الجوله والله اوكي يتكلم عن برنامجكم قناة تسمع الواقع ايه اي وكم فيها دراهم دراهم مهمة صراحة كم الدراهم حقتها يعني اللي يفوز كم ياخذ يا مالا انت ليش ملقوف طلال لهالدرجة لا اقصد المسابقة كم فيها يعني اسرار قناتنا انت ما تعرفها لا القناة ما تعلن الفائز الاول ياخذ كذا الفائز الثاني ياخذ لا اخذنا ولا وايد الوقت بلاش ما اخذت ريال الحبيبات الله يعوضك كل امين يا جماعه الله يعين يا شيخ يا جماعه اول مجيد انا يوم رجعونا القناه اخر شيء اعلنوا فجاه ان سعود الوازي اخذ المركز الاول لا تشوفون وجه عامر قام يتكلم جروب دعم اسمه انا باخذ اي اول المركز الاول يا اخي الله يبارك لهم والله ما كنت يا كريم لا تطلع سؤالك سوي ترى رايه الوقف لا يغرك تراني اللي باخذه يعني احاول اقسم بالله اني كنت اصبر كنت على سنيري الربع وطقطق بالجوال وطبيعي يجيني سعود يقول رايه الوقف اوكي سعود ابد والله انك تستاهلها عندي ولا عندك واحد يجيك موسى البيبي والله ما تاخذها يا موسى روح خذها اقسم بالله بالاخير جاء وقت الاعلان طح عامر طيب سعود ليش استاهلك يومين والله انك كذاب والله لا اله الا الله وشلون تقيمون التجربه حقتكم طيب في البرنامج لو رجع فيكم الزمن تدخلونها جدا زي الزفت يعني لو رجع فيكم الزمن ما تدخلونها الصدق تبي الصراحه وناسه يا طلال لا اله الا الله يعني تعيدها ولا ما تعيدها ما فهمت لو رجع فيك الزمن وانت باقي ما دخلت وعندك ارحبوا ارحب يا عود يا مرحبا ومسهلا ارحب يا عود والله اني صادق شلونك عساك طيب ابشرك ارحب يلا حي شاهين كان شاهيك اللي عندك حي والله بالعين اخوينا معه موهيتو يس وش رايك العب انا وياك جوله ضدهم احتزم وحطهم على الصدام يلا كفو تعال يلا ان شاء الله انك عندك مستوى يا سعود ابشر بس سعد كفو والله احيانا ولا واحدة يا عيال اي واحدة جماعة شدوا يعني فهد المطيري قبل شوي دعمتني بسكور حوالي 10,000 بدون جولة الحين في جولة ما قاعد يا حلال يمكن طفر ها يا مرحبا ومسهلا هو دعمك بدون جولة
بعدين بشرني على صحتك. لا اله الا الله. دقيقه يا العود، انت امورك زينه؟ والله ابشرك بخير، جعك في خير. ابشر رب فيه امور جديده شيء. ابشرك العلوم تسرك والله. عامل. علوم السعد يا عود. اي أيوة والله العين. اي أيوة والله عامر. هلا والله. بيسال عيفان سؤال. عيفان سم، بما انك انت الان في برنامج واقعي، طلال بيسالك. تفضل يا طلال سم. اوه هو الان مشارك. نعم هو الحين. وش شلون تقيم التجربة إلى الآن يعني؟ إلى الآن خذت فيها يمكن 20 يوم. وهي كم يوم؟ أقيمها 40%. لو رجع فيك الزمن هل تعيدها؟ يعني هل ترجع مرة ثانية وتدخل وكذا و... اسألني بعد البرنامج وجاوبك. أنا نسيت أو إذا خبر إنه ما فيه اسألني وجاوبك. أنا سألت هذيل وحسبك مثلهم خلص. لا اله الله. وش قالوا لك؟ ما اعطوني جواب صراحه. طلال انت بتشارك؟ لا انا ما بشارك، بس دراهم والله يعني اذا فيها دراهم شيء. اي بالله يا ابات ريح، انا طالع منها 200 الف ريال سعودي. الله يبارك لك ويزيدك. 15 يوم بس حبيبي. عليك عرفان، احلف انك دفعت. انا دفع؟ لا انا داخل كرت ذهبي. حيد العين اشبه. بس بالي دافع 200 ألف. لا أقول معلومة ما حد يدري عنها. تقول منهم بالله إني انقبضت بالتصفيات وأنا ما حطيت ريال واحد. أنا لا. ورادنا عالم ولا تدفع كيف انقبضت ما أدري. عامر أنت وسعود وش كان وشون شاركتوا؟ كيف شلون شاركنا؟ طب وش اللي خلاك تشارك؟ وش اللي كان اللي يجذبك؟ وش الموضوع؟ أنا يا طويل عمر السلامة رغبة من الوالدة، قلتها قبل. أنا ما كان لي ولا عندي برامج واقعية. طيب. الله يحفظها لك ويطول بعمرها. وجت رغبة من الوالدة، قدم وما أدري إيش، لأن الوالدة متابعة للبرامج ذي بقوة. وقدم والله هم لك الحمد. زين وسعود؟ أنا يا طويل عمر السلامة طبعا مستانس. زين أنا يا طويل عمر السلامة انحذف سنابي تمام؟ يوم انحذف سنابي طبعا خلاص بعدت جدا عن السوشيال ميديا، بعدت مره. فجوني شباب، اذا يمكن يعرفهم عامر عبد الله عبد الرحمن وعزوز حجابه الشباب، شافوهم برنامج سكريبت كان وقتها في شو اسمه لهم مقاطع يعني بالتيك توك وزي كذا. جو قالوا لي سعود وش رايك تشارك في برنامج واقعي بما انك انت يعني تحب التلفزيون ومن هالكلام وكذا يعني عرفت؟ الفكرة ما هي شينة يعني عادي بالعكس. وقدمت عاد وقبلوني ان شاء الله. وانت عارف انا ايه، انا وديتهم ضيف في جنتل، ضيف في فقرة كلموني على فقرة في ليل، كلمني فهد البقومي هو مقدمها في جنتل. وجيت وعين رشيد ابن طاحوس، انا عارفه مبدع، عارفه هو ابوه قبل برنامج قبل كل شيء. ايه ويمدح لي. انا كنت ادري ان في برامج واقعيه مثل ذي زد رصيدك وذي، وادري انها يطلعون منها مشاهير، بس ما ادري وش الياتها، ما ادري انهم ياخذون تلفونات ويسحبونها، ما ادري. ادري انهم يقعدون عندهم اشهر ام حق بغتفوح، اشهر محدده عرفت؟ ويوم سالتهم يعلموني عاد بالياتها ويمدحونها، قالوا والله العظيم لها جمهور مختلف. قلت يريد ابن الله خير اشارك، ما انت مشارك. ويوم جاء يوم طلعت وشوف ردة الفعل على البرنامج ذا والجمهور ودنيا وكذا، قلت خلاص اشوف. يكلمني مقدم من المقدمين، قال يا ولد اول ما جيت اطلع تواصل، خذ رقمي ووجهني داخل، ما هو فهد من المقدمين اللي قابلتهم. حلو. من فقط بدون تحيز قال يا ولد احنا نبيك قدم عندنا. ما شاء الله. بقرا ذي نسخة جنتل؟ نسخة لا، النسخة اللي بعدها بزنس. حنا عرفت انت جيت عندنا ضيف. انا جيت، انت وين في بزنس؟ انا بالبزنس. طلبني اقدم في بزنس بعد جنتل. ايه ها. وكنت انا في وقتها دراسه، قلت ما اقدر، وطلبوني في التقديم عند في وقت شو اسمه سكريبت، وارسلوا لي المقطع. يوم ارسلوا لي المقطع كان المقطع يقولون اذا انت ما انت بشاعر ولا منشد لا تجي. ها وجيت يعني تقدم شعر الان؟ لا شعر ولا منشد، تمثيل. اوكي والله ومشت. والله انا تجربه جميله الصدق، والله انا تجربه جميله تستاهل العلم الطيب. ما شاء الله كلكم يعني ما شاء الله مشاركين في برامج ما شاء الله. باقي انت طلع تكملنا. لا شوف انا اذا فيها دراهم صراحه الدراهم اهم من اي شيء صراحه. انا صريح ما لف ادور
حقك حقك اكيد. وفي اذا فيها مكسب لي بحسبها يمين يسار اقلبها. انا اصلا مو بالرياض اصلا، يعني اروح للرياض بعدين ادخل في ثلاث اشهر. جده انا بجده. حلو. فاروح للرياض وبعدين اقعد ثلاث شهور مقطوع عن العالم، يعني يبي لي احسبها حسبه وما ادري وين ارضي وين سماي. حنا فزنا، حنا فزنا. قضيت الوقت يا يوسف. يوسف من؟ سيف. سيف من؟ احرجتني ترى ما اعرف اقرا انجليزي. رجع شو اسمه؟ طلال. اقرا لك اسمه. هلا طلال. طلال قاعد تسجل حروف. حسبي الله عليك يا عامر. تناديني انا؟ حياك الله. خلاص انا بحاكم سعود. خلاص اول شيء الله سعود عطهم ميوت. سعود. هلا سعود. انا وياك نسخه واحده ايه. وتخيل تذكر يوم كنت بتطلع انت يوم اعلنوا نفس براند. يوم انا انغبنت. ايوه يعني انت تعرف. كمل يمكن انك تكسب تعاطفي معك وتخليني معك. يعني كنت انت صديق الصدوق وانت اللي نحشتني داخل البرنامج وانا وثقت فيك ونحشت معك وغرست على شانك. كنت واحمد الشمري وغرست على شانك. كنت واحمد الشمري وما كنت انام لين اشوفك تنام واجي اغطيك. هلو شي كسرت امي انت يا يمن. يعني يا لندن كنت استرجع ذكرياتي وانا كنت ماخذها بسعة صدر رحب لانك عامر العتيبي. لو انه غيرك و و و و و في الاخير تقول احمد مدانه. وش احمد مدانه؟ طيب اسمع احمد عبد الرحيم موجود عندنا بلبه. احمد عبد الرحيم قال لا يحييك. عامر يقول لا يحييك. انا اوريك فيه. افتح بث يا احمد عبد الرحيم. انت ضيف في البدايه جبتني في كل القنوات باقي بدايه، يعني ما قصرت بس انك قصرت شوي. اسمع تدري شو الجلطة؟ وش الجلطة؟ إني أقول إني إلى الآن أطالب بالدليل. خل الدليل تعال. الحكم الأول تقوم وتجلس 20 مرة. يا عامر الصوت طلال توه جديد في البرنامج يدور فلوس. الحكم الأول تقوم تجلس 20 مرة. الحكم الثاني حكم يا أخوي وبلدت كبدي وعصابة راسي ومحزني. معجون أسنان على وجهك. رح تكفى يا أبو عتب. والله لوي تكفى. يعني اسمعني سعود، انت ما تعرف خبادة سعود. انا عارف 511 تحية. احكم على اليوم. والله بس تعال. قايل لك اخوي ترى شرس. يمكن تصيد جو. هذا هو. وش ايش قال؟ يمكن تصيد جوي انا ما تدري. وش اقنعني يا اخي ما احبك. اقنعني باي طريقه. تذكر يوم رقبتك عورتك؟ ايوه كنت وقتها ادعي الله ان الله يشفيك بنفس اليوم. تذكر يوم دخلت عندنا؟ حلو. يوم كان معك جوالي يوم انك تقرا يقولون العالم انك انت تقصد انك تلبس هذه. ايوه تذكر ولا؟ كنت اقول طيب. لا يا عامر انت لك شخصيه قويه في البرنامج. حلو. طلال حبيبي ايش فيك؟ دقيقة باقي في سؤال لعفان. من راح؟ تعلق عنده. وشو؟ سؤال. انتوا بينكم كلكم برنامج ما شاء الله، فعندي اسئلة، عندي مجموعة يعني تحملوني. حللتنا يا طلال. لا مو سالفة حللتكم، بس عندي اسئلة كثير. ترى انا انسان ثرثار يعني على فكرة. بس يعني بس الامور طيبة. طيب لحظة بحكم على سعود بس دقيقة. ممكن ثانية يبي يجيب رأسي لكن هيهات. يعني انتو تعرفون بعض من البرنامج؟ ايه طلال ايش فيك؟ من قبل ما تعرفون بعض ما بينكم اي علاقة؟ ما بيننا شيء، تعرفنا على بعض في البرنامج.
اي طب هو في سؤال عن البرنامج عن التجربه نفسها. تفضل. الحين زي ما تفضل ايفان يقول انه تكونوا 28 شخص متنافسين. 25 وليس 28. هو هم 28 عندهم يمكن هم نسختهم 28 عاد استثناء ثلاث اشخاص. اوكي انتم 25 25 تشاركون نفس الغرفه نفس المكان وفي نفس الوقت تتنافسون. طب شلون توازنون ما بين تعرفون من هو صديقكم ومن هو منافسكم اللي ممكن ينوي لكم نيه سيئه؟ يعني اكلكم مع بعض، شربكم مع بعض، جلستكم مع بعض؟ لا 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 كلهم شبشب. كلنا بعلمك كلنا حياتنا ما ندري عن العالم الخارجي، نتنافس نسولف مع بعض ونضحك وطقطقه وكل ابونا اخوان. حلو. اللهم ان التنافس، عرفت التنافس الشريف يعني ما في من وراء التريلات كذا اشياء. ما في اللهم لك الحمد. اوكي لان انا يعني فكرت لانه هو بعد يقول برنامج تنافسي فممكن يعني تصير منها هذه بعد بعض برامج التنافس يوضح يعني اوكي شخص يقعد معك ممكن يضحك في وجهك بعدين يعني تلاقي في البرنامج يلعب ما في جروب ثاني او شيء. تنافس شريف. طفى تلفوني من الشحن. في سؤال وجهته لهم بس باقي انت. سمي حبيبي. انت تقول الان 28 شخص صح؟ ايه. طب الان سؤالي سلمك مو كل النسخ تنافس شريف. لا سماح سماح تلعب على الوتر الحساس. والله وصل هذا بيطفي. طيب يا الربع يا الربع انا بطلع بسولف مع الجديدين وبعدها بقى اوكي وانا استاذنكم بعد. الله يحفظكم. الله يستر عليكم. ترى فيكم يا الربع. يا مرحبا. الله يحفظكم. يا ولد ابيني منديل انا سالفه البندق ذا المعتوه. ارحب يا اخوي ارحب. السلام عليكم. حي والله ذا العين. شوف اخوي كاش شو تصرف هنا. حي عينك اخوي. اخوي ادفع عني يا حي والله. الفلتر يا اخي. ها؟ الفلتر. ما هو بسناب شات ترى ما في فلتر يا. اطلع على حقيقتك اطلع. بطل تصنع. يا رجال العزه فلتر بس. تعال اطلع يا ولد. لا فلتر. فلتر كانت اقسم بالله من ذكرك. وش تذكر من مواقف الطفوله اخوي سلطان العزيز؟ والله صراحه ما في مواقف. ليش؟ من بقى برايم يا ربع؟ جميل رجع خاين. انا قايل لكم عوايد يا ربع انتم علامه. والله احنا ندخل ونروح اجل برايم ونطلع. انتم صاحيين؟ ليش ما تابعت؟ بالله ليش ما تابعت؟ لاني واثق ثقه عمياء ان ندخل ونروح اجل برايم ونروح اجل المنصه ونطلع. وين انتم رايحين؟ الوحيد اللي كان ايام البرنامج ينبسط اذا دخل برايم انا. اني ادخل ورحت وطلع ما عندي ولا مس. حي عينه. خلنا نشوف البرايم. خلصت الفاصل. لحظه اصبر اصبر. جميل متوتر. علمه لا يتوتر. علمه لا يتوتر. علمه انه راجع راجع. هنا هل نصل انه الشخص يوجع نفسه عشان يلبي شوق الطلب؟ دقيقه إذا ما ضحيت بنفسك عشان شخص راح آخر اثنين هذه بالربعة هو سلمان. من يستحق التضحية هنا؟ من يستحق التضحية وين؟ هنا بالبرنامج. يا ولد شو الشاشة السوداء زي كذا؟ داخل البرنامج والله 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 سامي قوية. والله سامي قوية. طيب هذول بتصويت أصدقاء 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 يا أصدقاء لا تقهر. ليش الشاشة السوداء ليش؟ ايه الله يبيض وجهك. ايه خلاص اخوياهم صوتوا وخلصوا. وقفت معي من اول ما هاي الربع بالاعلام والى الان مستمر معي. صوتوا وخلصوا ولا باقي؟ مخزن اسمي. لحظة ادراك على كثر ما دخلت ابرايمات ولا مرة كنت من اخر اثنين. لاني ارجع بالاول ولا الثاني. اجي واطلع سيدة. حي عينك يا ابو منير ولا مس. حصل اللي حصل. هادي اخوي تابعني بالبرايمات انت؟ اي والله تابعك. والله تتابعني بالبرايمات؟ والله تابع الجوال الصراحه. على البرايمات الجوال؟ اي والله. ها هو من يتابع بعد؟
الربع كلهم يتابعون؟ والله ايش الحافتهم. حي 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 عيال عمي ابشروا لي. اخذت رايت الوقت وجيت. لا يا الربع مو بتوي يتعرف على اخوه، اخوي هذا من يوم طلع على الدنيا وهو عايش في الديره، وانا عايش في الرياض. اللي جاء الرياض انا جيت الديره، واللي جيت الديره جاء الرياض، فنتصادف يعني من فتره لفتره. خله ومن يستحق ان يغادر. شكرا للانيق احمد الحاصل. شكرا يا احمد يا الربع. يعطيك العافيه. باقي ما صوتوا يا الله الخيره، ما خلص الشاهي. لا ما يخلص. الساعة كم؟ القهوة فاتحة ولا لا؟ ايه الربع وين؟ انا رسل والله. نظر روح انت كيف القهوة اللي تطل على ورشة وشوف الاطلالة الحلوة قدامك. ورشة حياة حلوة. اي والله ذا العين يا ابو منير. يا اخي يا اخي يا اخي اقسم بالله قوي قوي حيل. دعواتك لاخوي تعبان بالمستشفى تكفى، وقل اللي عندك ادعو له. ما ندري منك الله يشفيه ويقومه بالسلامة. ادعو له الربع، ادعو له اسال الله انه يشفيه. محمد من تتوقعون يطلع؟ ما عندي انا ليش اتابع. جميل الموضوع براي طلع رجع، يعني رجع والله. إنه المفروض إني ما تابع الصدق. دام ابن أخي ما هو موجود خلاص، وأنا ما تابع ترى. بالعادة ماني بتابع لأني واقف إنه بيدخل ويرجع طبيعي. سلام يا الطقم. يا الربع كان في واحد معهم ايام التصفيات واستبعدوا، اقسم بمن احل القسم اني استمع المقاطع وصوته ما شاء الله تبارك الله. للحين انا ما دريت انهم استبعدوه الا قريب. ادخل حسابه وانطرب على الصوت حلو. مع مرور الوقت اكتشفت انه كان في بدايه واستبعدوه. يا لطيف يا لطيف يا صوته ما شاء الله تبارك الله. ايوه الدوسري يا لطيف ما شاء الله تبارك الله. سبحان الله. سبحان الله عنده طبقة صوت ما هي بصاحية ما شاء الله تبارك الله. اسمه خالد. خلوني بشغل لكم صوتي. طيب لحظة أبى أسمعكم صوتي. أعطوني دقيقة بس. One minute. اصبروا علي. بالله اسمعوا، بالله اسمعوا صدق اسمعوا يا رب. اقول عن صدام. عرفت عامر بن مير. ارحب يا عامر ارحب. السلام عليكم. الحين عامر مع مين وسعود مع مين؟ انا مع الاسف. دقيقه لا انا الحين بصير مع سعود. اوكي ارحب يا واحده. جوله واحده يا تركي. ارحب يا العذبه. راح بندر الشيباني ورا جوله واحده. اشهدوا جوله واحده. قلنا جولتين. على كيف امك؟ على كيف امك؟ على كيف امك؟ جوله واحده يا الربع عادي. ما جوله واحده عامر تركي يا فلاحي. جوله واحده على كيف امك الدين. الله يلعني ما تفوز. هاي عشان تقتنع. تركي سالم بالله اعطوني 100 دقيقه.
اعطوني ميوت شباب دقيقه جولتين اعطوني ميوت سالم جدوا يا عيال جدوا اه حبيبي جدوا يا اخوان اعطوني ميوت دقيقه طيب ايش بالله يا جماعه على روح خلينا نشغل شيء الزهران اسلم اللي طبوا كبسه يا سيرو ابي ايس كريم عرفته عامر رضيفني ها يا مرحبا يا ترى سم هلا والله الله حيك بالله يدقه عرفته يا عامر والله من هو انا ابغى ادق هذا تركي السدها انت بالجوله يا سالم الجوله اي بالجيب والله ان شاء الله انها راحت تركي باذن الله انا هذا خوف متهالك من فانزاتك الحكم الاول يا تركي السدحان يمكننا في البرنامج بعينه يا عامر لبيك يمكننا في البرنامج يا تركي كان يقلدك عامر انا والله ما معجبينك يا تركي يا حبيب قلبي والله كان يسوي زي كذا في جالك تروح يا تركي لا اتابعك ترى من زمان يا تركي الصدق انت وين جاي من البرنامج ذاك ورود يا جماعه اي برنامج ذاك اللي مع سعود الله مدري شو صح كنت معنا هناك يا منير يا عامر سالم انت من البرامج الواقعيه انا ابن حتى انا مع هذا انا تخبر ميتو الله يرحمه لا والله ما اعرف يا كحلي برنامج واقعي يا كحلي رحت هندبل مع كحلي الكناني ما بعد وردتين وشنو البرنامج الابيض ايه يا الكناني يا الكناني يا الربع والله ما تفوز انت بري مال الشح مضرب راح ابو رياض لب عينك يا ريت تكون فاتحين الكناني ابغى الكناني هذا ابغى دق خشم الكناني يا جماعه ما ابغى الا الكناني هاي على الصدام يا عينك يا مالك سالم ابو رياض ارحب كناني اللي بيقفل ملفك والله الكناني انه ما عنده سالفه سالم كناني راح يقفل ملفك يا خصم يا متهالك يا سالم خسارة الاسم والله سالم محمد على الصدام الله آه بدينا حركات الجحفله ايوه على الصدام والله العبوا بطناخه وخلوا حركات الجحفله طيب طناخه لاعبين باقي دقيقتين خل العب ارحب محمد يا شباب ابو رياض هاي خلي الكناني يحميك انا خلي يحمي جوز الكناني انا من يوم ما بثيت الله العظيم ان خلي رجال ونعم وسعود ان شاء الله ان العين يطلع واحد من داعمينه ان شاء الله يا رب عليك يا شباب ابو فيصل جاني ما ذوق حزنك ابو رياض رحم الله والديك ام محمد جاني فداك عادي شباب ترى من جولتين نهدي الوضع يجينا الحين داعم ان شاء الله الله بعدك واعطيكم دقيقه بس ها ابي احمسهم الحكم الاول تركي سعود هلا اسمع اذا خسرنا تحكم علي واحكم عليك يلا انت تروح لهم ماشي اصبر نطلع سوا ولا بجيك خليني اكمل لكم يا الربع اسمع الحمد لله قاعد بديت ابدا اوري يا هادي يا جاي من طرف ثانيه انا جاي كل ما قفيت ناداني كل ما قفيت يا الله يا الربع بدايه وانا الكناني نخ كناني موجود يا حبيبي مطنوخ الكناني بس انه لابس كوري قول له يصمل بس هذا كمين يا حبيبي كمين هذا كمين يلا خلي يجحف اليوم هاي اتحدى يا كمين ولكم الاماراتي والله قلبك يا جماعه شدوا كمين شدوا مع الاماراتي اي يا شباب شدوا ابو فيصل يا جعلني ابدا الحين والله للحين ما بعد روحي يا رجال والله ما تحمون جولتكم والله ابو فيصل والله العظيم بغينا الا شوي على الصدام بس خمس كرت يعني ابو فيصل جعلني ما ذوق حزن حيكم الله يجعلني فداكم رحم الله والديكم
كفو كفو كفو، شدوا يا شدوا. ترى الإمارات ينعم فيه عنده ما هو بس ما هو عند تركي، عنده سعود، لكن لن أراهم شيئا. يا متهالك، أنا لا تراني شيئا، أنا أوريك العين. والله ما أشوفك حتى بسكوب ثمانية، بسكوب ثمانية ما أشوفك. أنا الصداب. حياتهم حلوة. الله يا حلو، أنا قبت الجيوب الأنفية عندي، أعوذ بالله. ما أقسم بالله قبت. والله قبت الإماراتي. يا حبيبي يا الود. كل ما قفيت ناداني تعال، كل ما قفلت عزم بالرحيل. طيب طيب طيب، والله اني ما ادري من ابي اطلع، لكن اللي يطلع الله يوفقه. بداية انطلاقة، عسى ربي يوفقه التوفيق الطيب ان شاء الله. ولا احب نهاية المسيرة، يشد حيله قدامه الساحة فاضية ينطلق. ترى اللي يطلع في البرايمات افضل من اللي يطلع نهاية البرنامج، لان الساحة قدامه. ورود حطوا عندي ورود، روحوا عند تركي حطوا عندي ورود. جاني اتصال مدري من من. مرحبا، عليكم السلام والرحمة. في تمديد؟ متى الخروج؟ ورود عندي وعند تركي، ما بقى شيء. اثنتين ونص؟ خلاص أنا برد لك شوي إذا بنمدد أو إذا بنطلع. متى تمشي من المكتب أنت؟ خلاص إن شاء الله أني برد لك خلاص. كيف؟ أنت صار أكيد أن الرجال ما هو عطاك خبر؟ رد لك الرجال أنه ما هو ساكن ولا؟ غرفتين وصالة صح؟ غرفتين نوم حلو. ما سدوه ب300. خلاص أنا بتكلم الرجال الحين وأرد لك. الرجال إذا بيحجزها من يوم الثلاثة ترى. إيه عوابي من فوق قبلها. خلاص أنا برد عليه وأرد لك. زين زين يا رجال. جماعة سدوا. لحظة خلني بس، في موضوع مهم معلشان أمون عليكم، أمون عليكم عادي. ألو بشير العلوم. طيب الشقة اللي أنا فيها فيه كلمني لا يقول في شقة غرفتين وصالة وغرفة إضافية ومطبخ ودورتين مياه ب350. تبغاها علمني شقة عند الكافي نفسه، الكافي واحد في مدة. كل ما قفيت ايوه امون عليكم يا الربع. حي والله بنعم الجولة يا الربع، لا تروح، احنا ما سوينا شيء بس بنمغط السعود. زقنا الشاهي زقنا سعود. هلا جاهز للحكم؟ Are you ready؟ الى الحين ما انت تدري. اوكي no problem. دعمين عشان تكبيس يا الله مسيك. من اللي دعم؟ خلنا نشوف من الدعمين. مرحب يا أم أنت من وين لك فلوس؟ لك قرن تدخل البث وتدعم؟ أنت واضح إنك سارقها. تدخل علي؟ علي وإيش؟ يا الله جاي تسولفون، روح سولفكم أنت داق القناة. العلم وش؟ مع سكوري تكفو غلط. طيب كبسه خليه يروح. العلم وش؟ يا ربع بتسولفون عن القناه؟
اطلعوا سلموا بالتاك فكونا احنا هنا نتغلب فكونا من الدول انقذوني تعال تركي تعال يلا سعود عندي سعود عندي خلاص خذ سعود انا ابغى تركي سعود عطهم يوم أيوة. تعال يلا عامر تذكر يوم غوشي فزت عليك اوكي اقنعني مره ثانيه الواتر اسمع قدامهم نفذ اي شيء يلا ضغط ايه يلا ها ها هيك شوف يا عامر حطيت ايه حطيته خلاص كبلت على راسي على الصدام عشان مع التحدى ايه يلا يا الربع استاذنكم اي تغطس وجهك وتقول احمد الزهراني خذني رايح جاي الثاني الحكم الثاني اكتب على جبهتك سالم حفظه الله تركي سالم يا الربع استاذنكم سعود استاذنكم يا الربع الله يسعدك يا سعود عامر انا افداكم يلا الثالث يا دار والله ان الربع بالقهوه ينتظروني ف كذا قليل ادب تاكي قاعد يبت يعني ما يمديني وانا زابل ما يصير شنو العلم؟ اقسم بالله اني ما جيت انت هنا اذا ما جيتك انا ما راح تصوت نعم علي 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 انا ما امتنعت عن التصويت ما امتنعت وهذا كلام واضح انا جيتك الى هنا وقلت لو سمحت ثلاث مرات ما انت ما انت اللي منعتني فانا ما راح اجيك تجي اصوت اهلا وسهلا ماني ما انت بجاي معناها ما في تصويت بس يا ريا جيل صلوا على النبي الله يرحم اثنين جابوكم انا حالف بالله اني ما جيت انتهينا اذا ما جيتك انا ما راح تصوت نعم علي 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 اسف انا بكفيك يا اسف ابو شعب طلبت للمره اللي طافت لن تجد طلبت للمره اللي طافت وما رديت طلبتك قلت في المرة الجاية وحطيت الخاطر مع الاثنين الغاليين لن تجد أنت الأمر أن طلبت لي طلب الشنو أنا أستاذنكم يا الربع ودعناكم الله كان بث خفيف لطيف بيض الله وجهكم أمان الله مع السلامة جود باي يلا مع السلامة روحوا تابعوا الإبراهيم وعين الله خير وابكوا مع المسلمين اللي يبكون ودعناكم الله كل ما قفيت